صح، لو في حد صداقته هتفيدني فانا هصاحبه، لو في حد وجوده معايا هيفيدني فانا هصاحبه. وانا حاليا ما بقتش نوعا ما افضل حد ممكن حد هنا على المنصه يعرفه، يعني حاليا انا ما بقتش افضل حد. يعني حاليا انا عندي مشاكل مع جزائريين، وفي مشاكل بدات تبقى موجوده دلوقتي كتير بالنسبه لي في المحتوى، فانا حاليا بقيت عامل زي اللي معمول عليه اكس كده، اللي هو مفيش حد عايز يقرب له، فاللي هو مفيش حد عايز يقرب له لان خلاص يعني كده كده ما بقاش سوق شغال، والدنيا بالنسبه له ما بقتش افضل حاجه، فخلاص هم قرروا ان هم يستبدلوني وانا قررت ان انا استبدله. على فكره نجم، انا ما جبتش سيره المغرب ولا المغاربه، بس انت اللي بتحك وحكاك. انا قلت ان واحد من اكتر اسباب فشلي في الكونتنت ده ان انا اقل حقدا واقل كرها للجزائريين، انا قلت كده، ان انا قلت كده. ايه بقى اللي جاب سيره المغرب في النص؟ انت عايز تحط سيره المغرب في النص، دي بتاعتك انت، يعني انت عايز تحط اسم المغرب في النص، دي بتاعتك انت، شغلك انت مش شغل انا. انا كلامي كان واضح في الحته دي، كلامي كان واضح وهرجع اقولها لك تاني. انا كنت اقل حقدا واقل كرها واقل تطرفا، ان انا ما كنتش متطرف في الكونتنت ده، بالعكس انا كنت دايما بحاول ان انا اتكلم بالراحه واتكلم بهدوء، بس بعض الاحيان كان بيحصل كتير معايا ان انا كنت فاشل فشل ذريع في التحكم في اعصابي، ودي حاجه من الحاجات الرديئه، ودي حاجه من الحاجات اللي الواحد سقط فيها ونوعا ما كانت ماساه بالنسبه لي، ان انا الواحد يتحول تحول جذري كده من واحد كان بيتكلم بهدوء وكان بيتكلم باحترام وكان بيتكلم بطريقه محترمه وطريقه هاديه، الواحد سافل، الواحد قليل ادب، الواحد بيشتم. فده بالنسبه لي كان نقطه تحول انا كان عندي مشكله معاها، ولسه على فكره عندي مشكله معاها، يعني انا لسه عندي مشكله معاها، انا لسه عندي مشكله مع الحته دي، عندي مشكله مع حته ان انت تحولت والمحتوى ده اثر فيك كانسان، ودي حاجة من الحاجات اللي أنا مش حاببها على فكرة، إن المحتوى ده أثر فيا كبني آدم وأثر في التربية وأثر في السلوك بتاعك، ودي واحدة من الحاجات اللي أنا بقول للناس فيها إن ما تاخدش الموضوع على محمل الجدية أوي كده. أي حد يقول لك رأي مش عاجبه مش عاجبك وأنت مش متقبل كلامه اعمل له بلوك، يعني لو أنت شايف إن اللي قدامك بيقل منك أو أنت شايف اللي قدامك داخل بيشتمك اعمل له بلوك، الموضوع أبسط وأسهل من كده بكتير. فكك من جو الشرير إن أنت محتاج ان انت ترد عليه بنفس طريقته وان انت تحرجه بنفسك، مش هوصلك لحاجه، بالعكس مش هوصلك لحاجه على فكره، مش هوصلك لحاجه خالص، يعني مش هوصلك لحاجه على فكره بجد، مش هوصلك لحاجه. خناقتك مع الناس مش هتوصلك لحاجه، جنون العظمه عندك ان انت عايز ترد وعايز تاخد حقك وعايز ترد على الناس وترد على الكومنتات